صاحبتي النهارده قررت تاخدني للكلينك بتاعتها اللي بتعمل فيها ليزر وسكين كير، وعلى كلامها ان دي اقوى كلينك بتعمل اوفرز محدش بيعملها، فرحت بقى معاها بنفسي علشان اعرف الاوفرز دي واشوف معاها كل حاجه. الكلينك دي اسمها ريجوفا، موجوده في شارع فيصل في برج الشرطه فوق البنك العربي الافريقي. عجبتني ان الكلينك نظيفه جدا، كل حاجه بتكون معقمه قدامكم، وكمان متوفر عندهم السكين بروتكتور، ودي بتكون قطعه كده بتتركب على جهاز الليزر، بتكون طبقه عزل بين جلدك وجهاز الليزر، وطبعا دي تكون بتاعتك انت بس بتيجي بيها كل مره. والجهاز بقى هو كانديلا جنتل ليزر الامريكي اللي بنظام تبريد عالي جدا، يعني مش محتاجين تحطوا اي بنج اثناء السيشن. واتفاجئت جدا من الاوفرز بتاعتهم، يعني عندهم مثلا الاندر ارم والبيكيني والبيكيني لاين ب 150 جنيه بس، والفول بادي ب 1000 جنيه، ده غير اوفرز كتير قوي، ودي بصراحه ارخص سعر ليزر شفته في اي كلينك. ومش معنى كده ان في كرواته في السيشن، بالعكس انتوا لما هتروحوا هتشوفوا بنفسكم قد ايه الدكتور دقيقه جدا في كل شغلها. وبعد ما خلصنا الليزر عرفنا ان تنظيف البشره عندهم عليه اوفر ب 150 جنيه. انا وصاحبتي طبعا بعد ما سمعنا السعر ده قررنا ناخد سيشن لتنظيف البشره، وقلت بقى اشوف النتيجه عليها هي الاول. لقيتهم بيعملوا جلسه بخار وبيبداوا يشيلوا الرؤوس البيضاء والسودا والدهون كمان، والسيشن بيبقى فيها ديرما بلاننج وماسكات كتير قوي. وكمان جربنا هناك البلازما بالديرما بين للشعر، علشان كان عليها اوفر حلو قوي، كانت ب 200 جنيه بس. صراحه النتيجه كانت رهيبه، حتى نتيجه تنظيف البشره كانت حلوه جدا، فبالنسبه لي دي احسن كلينك اخد منها نتيجه حلوه وفي نفس الوقت بنوفر فلوس كتير.